يعني هي دقايق أخيرة بتفصلنا عن فوز مهم جدا، ولكن حتى اللحظة هو معنوي. يعني تونس متقدمة على فرنسا بنتيجة 1-0، كان نتيجة الحقيقة كتير مستبعدينها، كان نتيجة كانوا الناس شايفة إنه فرنسا بما إنها بطل محتمل للبطولة هيبقى صعب قوي على تونس، وخصوصا بعد التعادل مع الدنمارك والخسارة من أستراليا إنها تكسب فرنسا. لكن عملوها التوانس، عملوها وكسبانين 1-0، لكن للأسف الناحية التانية كان شرط تأهل تونس إنه مواجهة الدنمارك مع أستراليا تنتهي بالتعادل. للأسف أستراليا متقدمة برضو قبل دقايق من نهاية المباراة، لكن حقيقة يمكن فوز معنوي ومشرف على واحد من أهم وأكبر وأتقل فرق في البطولة منتخب فرنسا، حتى وإن كانت بدأت يعني مش بالسكواد الأساسي، لعيبة كتيرة جدا كان مريحة ديدي ديشان، لكن في النهاية نتيجة هتتحسب إنه تونس كسبت فرنسا في المونديال. ولو المنتخب الفرنسي توج بالبطولة هيبقى تونس في يوم من الأيام فازت على بطل نسخة كأس العالم 2022. لكن النهاردة كمان عندنا ماتش مهم جدا كلنا مستنينه ورهان كبير جدا على المنتخب السعودي في مواجهة المكسيك، وخصوصا انه شايف انه كفة المنتخب السعودي افضل لو كان في حالته وكان في اعلى نسبة تركيز. هنلم مع حضراتكم سريعا كده كأس العالم، مين تأهل، مين مازال عنده فرصة، ومين خلاص بيركب الطيارة عشان يرجع ويتفرج على او يتابع البطولة من خلف الشاشات. نرحب الحقيقة بضيوفي في السادسة. كتير على فكرة من الناس بيبقى فيه كده فكرة الدويتوهات، وأنا النهاردة براهن مع حضراتكم على الدويتو اللي معايا. طبعا المتألق دائما واللي بيشرفنا دائما في السادسة خالد عامر. مساء الخير يا خالد. مساء الفل. وبلال محسن دويتو بيظهر لأول مرة. يس. صح، أول مرة مع بعض. نراهن عليكم النهاردة إن شاء الله. يلا بينا ونعمل حلقة ممتعة للناس. ابتدي مع بلال. بلال شايف ازاي يعني اعتقد خلاص تونس احنا على بعد دقائق من 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 نهايه الجوله الاخيره في دور المجموعات. بالظبط. اعتقد ان حظوظها مع فوز استراليا بقت صعبه جدا، لكن فوز معنوي مهم جدا لاشقائنا التوانسه النهارده على المنتخب الفرنسي. يمكن زي ما حضرتك قلت استاذ احمد، احنا تمنينا ان طبعا الفوز النهارده يؤهل المنتخب التونسي للدور القادم، ولكن يعني فوز معنوي طبعا هيبقى في الذاكره انك بتفوز على بطل اخر نسخه لكاس العالم وهو المنتخب الفرنسي اللي عامل ماتشات كويسه جدا من بدايه البطوله. كنا نتمنى المنتخب التونسي يصعد ويحالفه التوفيق طبعا في المباراه الثانيه، مباراه الدنمارك واستراليا. المنتخب الاسترالي بقى الحقيقه هو اللي مفاجاه البطوله حتى الان. انا قعدت مع ناس كتير واحنا بنتكلم ونحلل مجموعات، ما حدش رشح اساسا استراليا، يعني ما كانتش داخله في الموضوع يعني أساس. هو بصراحه مفاجاه البطوله حتى الان صعود المنتخب الاسترالي للدور القادم من البطوله، مفاجاه كبيره جدا خاصه مع منتخب عريق زي منتخب الدنمارك. يقدر يفوز عليه النهارده مفاجاه كبيره جدا. لا وبدايه كمان صعبه، ده خساره بالاربعه من فرنسا. المنتخب الفرنسي بيقدر يتجاوز الخساره دي وبيفوز على المنتخب التونسي في الحقيقه في اسوا مباراه قدمها المنتخب التونسي في البطوله. يمكن منتخب تونس عمل مباراه كويسه امام الدنمارك في افتتاح المجموعه وتعادل، وللاسف قدم مباراه سيئه جدا امام المنتخب الاسترالي، والنهارده يعني بيعمل مباراه زي ما حضرتك قلت فوز معنوي كبير جدا. باد لك للتوانسه، باد لك للتوانسه. لكن يعني في ثانيه النتيجه بتتغير، نتمنى من الدنمارك انها تعمل الاخيره تعمل المفاجاه في المنتخب. يا رب صحيح. يا رب ان شاء الله. صحيح، هتبقى فرحه كبيره جدا لاشقائنا التوانسه، نتمنى لهم ان شاء الله كل خير في الدقائق اللي جايه. المكسيك السعوديه. أنا الحقيقة بعد ما شفت العرض بتاع الأرجنتين، يعني ما السعودية كسبت الأرجنتين، وسيبك من النتيجة، الأداء بتاع شكل المنتخب السعودي، روحه، شخصيته، راهنت عليهم قدام بولندا. يعني حسيت إنها معنويات في السماء، الفوارق مش كبيرة قوي، وشفت إنه لقاء بولندا أكيد هيبقى أسهل، فكانت المفاجأة والصدمة بالخسارة 2. صحيح. حسابات النهاردة إيه بالنسبة للسعودية، وتراهن على إيه في مواجهة المنتخب المكسيكي يا خالد؟ طيب خلينا بس الاول قبل ما نروح لرهان النهارده ما بين المكسيك والسعوديه التوقعات او الحاجات اللي انا عايز اتوقعها، خلينا ارجع بس خطوه لورا ما بين السعوديه وبولندا وما بين المكسيك والارجنتين عشان بناء عليها ابني على النهارده. تمام. ايه اللي حصل ما بين السعوديه وبولندا؟ هو انعدام التوفيق. السعوديه لعبت ماتش عظيم جدا. تمام. راحت كتير جدا، ولكن اللي حصل قدامها هو اللي حصل للارجنتين قدام السعوديه. تمام. هو انعدام التوفيق. الارجنتين راحت باكتر من كوره وما قدرتش ان هي تقلب تشيزني اعتقد في الماتش ده. ده في ماتش بولندا. انا بتكلم على ماتش السعوديه. الارجنتين دلوقتي الارجنتين راحت كتير، وعبد عبد الاله العمري مثلا طلع كوره من على خط الجون، محمد العويس تالق جدا، فكان في غياب للتوفيق في مباراه الارجنتين والسعوديه
من الارجنتين، فالسعوديه قدرت تكسب. أيوة. نفس ده حصل بالظبط في مباراه السعوديه وبولندا. السعوديه راحت اكتر بكتير من بولندا، ولكن بولندا هي بتلعب على لعب نمطي، بتلعب على كوره واحده اللي هي ايه؟ كسر مضادات التسلل عبر بيوتر زيلينسكي، كره ممرره في نص الملعب او في قلب الملعب لليفاندوفسكي. أيوة. قدر ان هو يعدي من العويس ويرجعها تاني لزيلينسكي عشان خاطر يدخل الجون. فهو بيلعب على لعبه واحده اللي هي كسر مضادات التسلل عشان الانفراد بحارس المرمى، وقابلها ده سوء حظ كبير جدا من جانب المنتخب السعودي. لو رحنا الناحيه الثانيه، ارجنتين مكسيك، مكسيك لعبت 3-5-2 بعد ما كانت بتلعب 4-3-3، لعبت 3-5-2 باغلاق المساحات في النصف الاول من الملعب والتحولات الهجوميه. المنتخب الارجنتيني فضل ذكي ان هو بيحافظ على الكوره اكتر وقت ممكن. الشوط الثاني المخزون البدني نزل شويه عند المكسيك، فحتى ما بقاش قادر انه يعمل التحولات الهجوميه، وبالتالي بدأ دفاع الأرجنتين يتقدم شوية شوية عشان يعمل الزيادة العددية في نص ملعب المكسيك. الزيادة العددية دي خلت المكسيك في لحظة يتلخبطوا، مش عارفين يمسكوا مين ويسيبوا مين. ميسي غفل المدافع اللي معاه، رجع خطوة لورا، استلم الكورة شاط عشان فكرة المخزون البدني. اللي أنا براهن عليه بقى، أنا كنت بقول ده كله ليه؟ اللي أنا براهن عليه إنه السعودية لازم تلعب على المخزون البدني، إن هي تحاول تتعب المكسيك بقدر المستطاع الشوط الأول، الشوط الثاني تبدأ تعمل الزيادات العددية، تعمل نفس ما عمل الأرجنتين قدام المكسيك في المباراة اللي فاتت، تبدأ تعمل الزيادات العددية في نص الملعب، مع شرط انه اي مكان اللي هتتاح ليه الفرصه. المباريات دي بتبقى ماتش الفرصه الواحده بالظبط كده. طيب خليني اروح مع بلال لتاريخ المواجهات، تشوف كده السعوديه والمكسيك عاملين ايه مع بعض. يعني طبعا للاسف تاريخ المواجهات بين المنتخب السعودي والمنتخب المكسيكي كله في صالح منتخب المكسيك. كانوا تواجهوا 5 مرات، 4 مرات قدر المنتخب المكسيكي يفوز على المنتخب السعودي، وفي منهم نتيجتين كان 5-0 او 5-1 طبعا في كاس القارات اللي احنا كنا شاركنا فيه سنه 99، وتعادل وحيد جمع نتائج المنتخبين. بس خليني اقول حاجات كتير جدا اتغيرت، والحسابات في مواجهه النهارده ما لهاش علاقه بالتاريخ الى حد كبير. لا يعني البطوله دي يا استاذ احمد بتورينا حاجات كتير قوي عن يعني تغيرات كتير جدا حصلت عن البطولات السابقه. يعني احنا شفنا كوستاريكا مثلا بتخسر بال7 في المباراه الاولى، بتقدر تتجاوز الخساره وبتفوز على اليابان. كمان ايران فاز، اليابان اللي كسبت المانيا بالظبط. المنتخب ايران بعد ما خسر 6 امام انجلترا عاد وقدر يفوز على منتخب ويلز. فلا البطوله ديت بطوله المفاجآت، بطوله المنتخبات الصغيره قادره تعمل نتائج كبيره جدا، او بلاش المنتخبات الصغيره، المنتخبات اللي هي ما كانش ليها تاريخ كبير. تمام. في البطولات دي تقدر تقدر فرصه كبيره جدا عندها البطوله دي انها تقدر تصنع تاريخ لنفسها، زي ما شفنا السعوديه كتبت التاريخ بالفعل بالفوز على الارجنتين. النهارده تونس رغم ان الفوز معنوي بتكتب تاريخ بالفوز على المنتخب الفرنسي بطل اخر نسخه كاس عالم. كمان النهارده بقى بتاكد التاريخ. يعني يمكن هيرفي رينار قال جمله جميله جدا في المؤتمر الصحفي بالامس، قال للاعيبه المنتخب السعودي الجيل الحالي من اللاعبين الجمهور السعودي بيحبوا وبيتابعوا وبيدعموا، بس انا اتمنى منكم ان الجمهور يفضل فاكركم في التاريخ، تعملوا حاجه تاريخيه يفضل يتذكرها الجمهور بعيدا عن يعني التمثيل المشرف ده حصل. هو في حاجه تاريخيه اكتر من مكسب الارجنتين؟ ما الصعود بقى هيبقى الصعود. بلال احنا عايشين على التعادل مع هولندا سنه 90 بالظبط بالظبط بالظبط. يعني افضل نتيجه لمنتخب عربي عامه في كل بطولات. لا بصراحه لا ما انساش برضو. يعني طبعا كاس العالم غير، طبعا كاس العالم غير أكيد. لكن ما انساش ايطاليا ايطاليا والبرازيل. حتى خساره البرازيل المصريين الحقيقه اتبسطوا في طبعا. يعني في نتائج كده تاريخيه، لكن لا. كاس العالم غير برضه. اكيد لا، اهم محفل دوله يا استاذ احمد. يعني يمكن بننتظر العالم كله كل 4 سنوات، فالناس كلها والتركيز كله بيبقى منصب على البطوله دي. المتابعات فيش حدث بالزبط. على اي مستوى، سياسي ولا اقتصادي ولا بيئي ولا سياحي ولا اي حاجه في الدنيا، بيبقى عليه الكوكب بيلتف حوله زي بطوله كاس العالم لكره القدم. بالظبط صح ولا لا؟ لا طبعا دي حقيقه اهم حدث. ويمكن احنا بنشوف اللاعبين اللي ما بيتمكنوش من الصعود لكاس العالم تبقى حصره كبيره جدا وحزن كبير جدا، على انه هم ما اتكتبش في مسيرتهم. خد بالك برضو، هو كل لعيب في الملعب بيقعد كام سنه في الملاعب عشان يحضر كام نسخه كاس العالم. يعني بالزبط. انت لو خبطت في واحد ولا اثنين ده يبقى شيء. ده سبب ممكن حزن بعض المصريين او الكتير من المصريين، ان محمد صلاح تمكن من المشاركه مره واحده، وكان كنا نامل ان يكون صلاح دي تاني مشاركه ليه، ولكن ما حصلش نصيب.
يعني دلوقتي بقى. طيب هي استراليا خلصت خلاص. هي استراليا خلصت 1-0 في ايا كانت النتيجه، لكن جريزمان طبعا حقق التعادل لفرنسا في الثواني الاخيره في وقت من وقت صعب المباراه صعب جدا يعني. فرنسا هو على فكره ديشان نزل التقال يعني بعد ما تونس تقدمت، مبابي عثمان ديمبلي وديمبلي ورابيو وجريزمان منتخب يعني تاني كان على منتخب تاني على دكه البدلاء طبعا. هو بيدي الفرصه للوجوه اللي هي مش هيبقى عندها نصيب انها تشارك في اوقات كتيره في المباريات، وتعادل يعني بس افضل من الخساره يعني. هارد لك هارد لك هارد لك يعني هارد لك للتوانسه. انا اعيب عليهم بس وعلى القدري تحديدا في البطوله انه جه متاخر شويه يعني. كان الروح والحاله اللي شفناها النهارده من ماتش فرنسا من اوله كنت اتمنى اشوفها بدري شويه مع استراليا ومع الدنمارك، كنت شايف التوانسه ممكن يعملوا حاجه احسن. هو ما جاش اصلا لا متاخر ولا بتاع، حتى في ماتش أساساً. حتى في ماتش النهارده اللي بيتقدم فيه وبيلعب جيم عظيم جدا مستغل في ده انه فرنسا بتلعب بالسكواد الثاني. بس النهارده الطريقه والشكل والروح والتغييرات اللي عاملها عامله فرق مع المنتخب سيئة جدا. عمل ايه في التغييرات؟ لما جه ينزل عصام الجبالي بدل ما يطلع انيس راح مطلع وهاب الخزري، ومنزل وهاب الخزري في البدايه كمهاجم صريح وهو ما بيلعبش كمهاجم صريح، وزنه زايد شويه، هو مميز اكتر في البلاي ميكنج. فبدل ما ينزل قدامه عصام الجبالي او طه ياسين الخنيسي كمهاجم ويرجع وهاب الخزري ورا كصانع لعب جنب محمد علي بن رمضان، راح مطلع وهاب الخزري بره. شايفين بمجرد وهاب الخزري ما طلع الربع ساعه الاخيره بس هو منتخب فرنسا ده لا لياقته لعبه في نص الملعب ولا لياقته ولا سنه ولا وزنه يسمحوا له بصراحه باكتر من كده. كتر خيره جدا، الراجل عمل مجهود سوبر يعني. ده وهبي وهبي ما انت كمان حاطه في مكان يعني بتستنزفه اكتر جدا. انا اعتقد ان هو خرج مصاب كمان يعني. وهبي الخزري بعد الهدف كان بيعرض كده، في الكاميرا جت عليه كان تقريبا في الاحتفال، هي كره الهدف نفسها فيها الاحتكاك، وبعد كمان في الاحتفال فما كانش قادر يمشي فخرجه المدرب على طول. طيب خلينا نستعرض خريطه كاس العالم، مين وصل، مين لسه محتفظ بامل وفرصه، مين خرج وودع البطوله. بس بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع خالد وبلال. طب خلينا ناخدها قبل الفاصل، ايه رايكم؟ يلا بينا. ماشي تمام. يلا هو في برضه لازم نقول للساده المشاهدين انه في فار تشيك على الجون بتاع فرنسا. فممكن لسه مش عارفين نتحسب ولا بس خلاص هي كده كده في جميع كده كده خلاص استراليا بس وصلت. احنا بنتكلم على الفوز المعنوي على الاقل. اول حاجه جلت منا هي استراليا. جلت من العالم كله. نروح طبعا. طيب اللي احنا شايفينه على الشاشه بالاخضر ده هو الفرق اللي تاهلت بالفعل بصرف النظر حتى عن الجولة الثالثة، واللي بالأحمر ده خرج وودع، وبالجري ده المنتخبات اللي لسه ما زالت متمسكة بأملها في يعني الاستمرار في البطولة لسه يعني. يعني يمكن من المجموعة الأولى تأهل بالأمس المنتخب الهولندي كمتصدر للمجموعة بسبع نقاط، يليه المنتخب السنغالي في المركز الثاني بست نقاط. في المجموعة الثانية تأهل المنتخب الإنجليزي أيضا كأول للمجموعة برصيد هدف فرنسا اتلغى بس طيب كويس تلغى. كويس فوز معنوي زي ما حضرتك هدف قلت. استراليا كمان ينفع والله يعني والله يمشي يعني هدف وعليه هدف. المجموعة الثانية تأهل المنتخب الإنجليزي كمتصدر للمجموعة، يليه المنتخب الأمريكي في المركز كده هولندا في الولايات المتحدة، هولندا أمريكا سنغال إنجلترا والسنغال. صعب قوي. مين؟ هولندا أمريكا؟ هولندا إنجلترا السنغال. إنجلترا السنغال. إنجلترا بس يعني السنغال وارد تعمل مفاجأة في حالة واحدة بس، لو ضيقت المساحات على المنتخب الإنجليزي، لأن المنتخب الإنجليزي لما بتقف له صح وبتقف بتقفل عليه المساحات بيبقى زيرو حلول. فيعني يعني 55% للتاريخ 45% للتاريخ. ايوه السنغال هتعملها قدام انجلترا. اوكي انا قلت انجلترا واحتماليه مفاجاه كبيره من السنغال ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ها الفاصل ولا نكمل؟ فاصل مكملين. يلا شوف نكمل. هو بس بخصوص انجلترا يعني السنغال عاطفا على الموضوع ده هم بس ايه، يخلصوا من فودن وبيلينجهام في نص الملعب هيكسبوا سنة. فعلا فودن مش طبيعي وبيلينجهام بينقل الكوره كانه عارف. انت بتقول على السنغاليين. السنغال تخلص من فودن وتخلص من بيلينجهام في نص الملعب. حبيبي يعني فودن جامد. فودن جامد وبيلينجهام بقول لك بيطلع الكوره من رجله سهله طبعا. ده طاير في الميركاتو اللي جاي ده. لا ده خناقه ليفربول ريال مدريد اللي جايه يعني حاجه طبعا. طيب نكمل معاكم
طب دول اللي اتحسموا الاولى والثانيه. انتهت المباراه بفوز تونس على فرنسا 1-0. للاسف لم يشفع عليها الفوز ده للأسف. انها تكمل في البطوله، لكن في النهايه انك تطلع من كاس العالم فاز على البطل او حامل اللقب، يعني اعتقد ده مكسب كبير جدا للكره التونسيه، ويحسب لسكواد اللي لعب مباراه النهارده انه قدر يحقق فوز تاريخي، طبعا تاريخي بكل ما تحمله الكلمه معاني، حتى ولم يؤدي طبعا لتاهل تونس. وعايزين بقى نقول ان علي معلول بقى وشه حلو النهارده على المنتخب التونسي النهارده، كبيره جدا يعني مع المنتخب النهارده، اولى مشاركاته للاسف يعني كان الجمهور كله بيتساءل عن سبب غيابه النهارده، معلول بيرد وبيثبت ان هو لاعب كبير وقادر على المشاركه في اهم المباريات. صحيح. اكمل معاكم بس سريعا عشان عندنا ارقام كتير جدا. يلا. لو تلعبوا لنا بعد الفاصل. طب المره دي بقى بعد الفاصل. فاصل ونرجع لكم. داخلين على يعني سميها كده معركه تكسير العظام، يعني من دور ال 16 تبدا بقى مواجهات الثقيله، وخصوصا مع فكره النوك اوت ان مفيش فرصه عندك كمنتخب انك تعوض، فبالتالي كل منتخب هيظهر بكامل امكانياته ويظهر بوجهه الحقيقي، فبالتالي نتوقع صدمات قويه جدا في 8 مباريات منتظره، مين تاهل ليها ومين لم يتاهل ومين ما زال محافظ على فرصه، ده اللي كنا بنتكلم فيه. خلصنا المجموعه الاولى والثانيه مع خالد وبلال قبل الفاصل، تعالوا نكمل بقيه المجموعات سريعا عشان عندنا شويه ارقام لطيفه جدا متعلقه بالبطوله. نروح للمجموعه الثالثه. المجموعه الثالثه اللي هي المجموعه اللي هتبدا ارجنتينا مكسيكو السعوديه وبولندا او بولندا، يعني مفيش ولا واحد تاهل فيهم الاربع منتخبات، عندهم مفيش ولا واحد تاهل ومفيش ولا واحد خرج. مجموعه معقده جدا. الاقرب عايز اقول الارجنتين لازم بصراحه تكمل في كاس العالم، ونتمنى السعوديه ان شاء الله. خالد سيم كيس ارجنتين والسعوديه ان شاء الله. طيب المجموعه الرابعه عندنا بعد كده طبعا الدنمارك واستراليا وفرنسا اللي تاهلت بالفعل كده خلاص بعد خلاص فرنسا واستراليا فرنسا واستراليا وتونس والدنمارك ودعوا البطوله. بعد كده كوستاريكا المانيا اليابان واسبانيا، الاربعه ما زالوا بيحتفظوا بفرصهم في البطوله. بلجيكا ما زالت محتفظه بفرصها، كندا ودعت، فاضل كرواتيا وموروكو، وموروكو عندها او المغرب طبعا عندها فرصه انها تتصدى تصعد. مباراه مع كندا يعني اللي ودعت البطوله بالظبط. يعني هي مباراه يعني حاجه سلاح ذو حدين، ان المنتخب الكندي ممكن يدخل متحرر من الضغوط، المغرب يحرج المنتخب المغرب. يعني ان شاء الله لو كسبت ضمنت التاهل في الصداره. مين معاها بقى، كرواتيا اعتقد كرواتيا ولا بلجيكا؟ لا كرواتيا طبعا، كرواتيا ده نهايه جيل حزين المنتخب، ده نهايه جيل بائس مش حزين. انا قلت لحضرتك في الحلقه الاولى لما كنا بنتكلم قبل البطوله ان المنتخب البلجيكي ما بقاش او مش هيقدم العرض اللي الناس منتظراه، لانه ما فيش تجديد على مستوى العناصر تماما في اخر 6 سنوات تحديدا. صحيح صحيح، لكنه كان جيل عنده فرصه انه يكون جيل ذهبي في الكره البلجيكيه. بالظبط. نروح بعد كده برازيل ضمنت التاهل، معاها كاميرون صربيا وسويسرا، والثلاث منتخبات ما زال عندهم فرصه اللقاء اللي جاي، كاميرون في برازيل وصربيا في سويسرا. برازيل سويسرا برازيل سويسرا كاميرون والبرازيل الماتش اللي جاي. كاميرون محتاجه تكسب، كاميرون محتاجه تكسب والاثنين التانيين. بالظبط. اعتقد انه سويسرا، بس انا اتمنى الكاميرون طبعا، ودولت منرفزني قوي برضه زي تونس. انت على صربيا صح؟ لا طبعا، امال مين؟ انا قلت صربيا تطلع من الدور الاول فعلا. اوكي. طيب قلت برازيل ومين؟ الاقرب سويسرا، اتمنى الكاميرون طبعا. طيب اوكي. بعد كده غانا اللي قدمت عرض قوي جدا قدام كوريا، الحقيقه فكرتنا بالبلاك ستارز بتوع زمان. غانا معاها البرتغال، او البرتغال تاهلت بالفعل، وكوريا الجنوبيه والاوروجواي. غانا كوريا الجنوبيه اوروجواي، الثلاثه ما زالوا هتبقى موقعه كبيره جدا وصعبه جدا، موقعه غانا اوروجواي. بذكريات ماتش 2010، ذكريات 2010 والكره اللي منعها لويس سواريز من على خط المرمى، اللي حرمت المنتخب الغاني وقتها من الوصول لاول مره في تاريخ المنتخبات الافريقيه للدور قبل النهائي. فحتى كل التصريحات اللي خارجه من منتخب غانا ان احنا هنحرم اوروجواي من الوصول، حتى حتى لو انا ما عنديش مشكله اخرج، بس انا همنع اوروجواي. جاي لك انت بقى، جاي لك كاس العالم. عندما تعطيك الحياه فرصه للصقر. والله فرصه. بس انا هقول لك حاجه بمنتهى الصراحه، انا ما كنتش مراهن على غانا،
انا ما كنتش مراهن على غانا من افريقيا ولا اي حد، كنت مراهن على المغرب والسنغال، لكن الغانا غانا اقنعتني جدا، حتى في المباراه اللي خسرتها قدام البرتغال 3-2 عملت مباراه كبيره، وعملت مباراه كبيره كمان قدام كوريا، وقدرت يعني حسيت انه لا ده فريق عنده كوره وعنده عندهم شخصيه، مجموعه لاعبين كمان مميزين جدا في المناطق الاماميه، يعني محمد قندوز ده واحد من افضل اللاعبين اللي هيبقوا على الصعيد العالمي في الفتره الجايه، هيبقوا في الميلان ده خالد هات سلام ما يخسرش والله، لا بس هو عليه طلب لعيب كويس جدا، لعيب مميز جدا ولعيب واعد، وكمان عندهم ويليامز وعندهم اندري ايو، يعني مجموعه لاعبين في المناطق الاماميه زي ما حضرتك قلت، فاجئوا البرتغال بهدفين وثلاث اهداف امام المنتخب الكوري، فان شاء الله يبقى ليهم نصيب المباراه الاخيره ويصعدوا. صحيح، انا بس عندي مشكله في الشخصيه، غانا والكاميرون، المغرب الوحيده اللي قدرت تتجاوز، ما بتكلمش طبعا على الدول كلها، بتكلم على الدول الافريقيه، السعوديه عندها شخصيه كويسه جدا في الماتشين، الكاميرون تعادل مخيب جدا للامال قدام صربيا، عشان دفاع صربيا وحش ومنتخب صربيا وحش، تتقدم 1-0 تخسر 3-1 وبعدين تبدا انت تحارب عشان ترجع ل 3-3، ده شيء مخيب جدا للامال. غانا نفس القصه، غانا لولا ان هي ما امنتش بقدراتها في المباراه الاولى كانت ممكن تكسب على فكره. فكره في الموضوع كمان قدو المدير الفني الغاني، انا عندي مشكله في موضه طالعه في المونديال ده، هو الديفندر اللي بيلعب مساك او بيلعب سيرد باك، شايفين رودري بيعملها حلو مع منتخب اسبانيا، لان هو عايز يلعب، لويس انريكي عايز يلعب بمنظومه لعب من ورا لقدام او بيلد اب، يعني رودري في مانشستر سيتي بيعملها كويس قوي، جون ستونز مش محتاج منتخب انجلترا يعملها لان عنده جون ستونز بيعملها كويس برده مع مانشستر سيتي، شايفين دانيال بيريرا مع دانيالو بيريرا مع البرتغال، بس دانيال امارتي مع منتخب غانا مش هيعرف يعمل الكلام ده، لا هو مميز على الجانب الدفاعي، مميز على الجانب الدفاعي في نص الملعب لان هو صداده كويسه، بس في تمركزات وكشف اوفسايد والكلام اللي المدافعين بيتميزوا بيه هو مش مميز، وهو مش عبقري يعني في الخروج من ورا لقدام بالكوره، يعني هو مش فلتة عصره اوانه في الباس الشورت باس اللي يعرف يعمل بيه بيلد اب، فكان اختيار دانيال امارتي في خط دفاع غانا كارثي من وجهه نظر كارثي، مع انه هو كويس في خط النص لو لعب جنب توماس بارتي وجنب محمد قدوس، خط وسط غانا متقفل. صحيح، فاهم قصدي؟ من ارقامنا برضو المهمه جدا واحنا بنتكلم على المغرب، انه 14 لاعب من سكواد المنتخب المغربي من مواليد اوروبا، ودي نقطه في منتهى الاهميه، احنا يمكن اتكلمنا في الموضوع ده واتكلمنا ان في لعيبه كتير قوي مصريه جيل تاني وجيل تالت موجودين في اوروبا وبيلعبوا في انديه اوروبيه، واتمنى انه يمكن شفنا فيهم صلاح باشا مثلا في المنتخب الاولمبي بيلعب في اودينيزي اعتقد الايطالي، صح؟ لو صلاح باشا في اودينيزي في اودينيزي الايطالي، وقدمنا احنا الحقيقه هنا في السادسه يمكن حوالي 10 او 12 اسم لاعبين موجودين في ملاعب اوروبا، اتمنى انه يستفيد بيهم المنتخبات الوطنيه المختلفه. طيب نروح بقى لعدد الدقائق، دي احصائيه مهمه جدا، عدد الدقائق اللي لعبتها المنتخبات افراد سكواد المنتخبات اللي بتشارك في المونديال، ونشوف دي حاجه يمكن ليها علاقه بمعدل الانسجام، التناغم، فكره شخصيه الفريق، التيم ورك، بصرف النظر عن العناصر المميزه فيه او اسماء الافراد اللي موجوده فيه، لكن فكره لعبوا مع بعض قد ايه، كام دقيقه، ودي ممكن نربطها كمان بمستويات المنتخبات المشاركه اللي تاهلت او اللي خرجت في البطوله. بلال نبتدي ب المجموعه الاولى، طبعا المجموعه الاولى المنتخب الهولندي لعب 119 الف دقيقه سكواد المنتخب منذ يعني الموسم الماضي والجزء اللي اتلعب من السيزون دوت بالظبط 119 الف دقيقه. هنجد عندنا يعني نتكلم من غير ترتيب، نتكلم بالارقام الاعلى عندنا اعلى منتخبين منتخب البرازيل ومنتخب البرتغال لعبوا، لا بس انا هنا بس في المجموعه الاولى انا عايز نقف في مقارنه بين منتخب هولندا منتخب قطر، هي الكارثه قطر. الكارثه بقى في منتخب قطر ان السكواد بتاعه تقريبا ضعف يعني 68 الف دقيقه، وده يمكن خطا قاتل وقع في فيليكس سانشيز لما اعلن عن اختيار السكواد بتاع منتخب قطر وخده وسمح ان الدوري القطري يتم استكماله وياخد هو اللعيبه دي ما تلعبش في الدوري، وخدهم وراح عمل بيهم معسكر في اوروبا لدرجه ان هو وصل البطوله بعد منتخبات معاه في المجموعه، يعني حتى احنا كان معمول في كوميك كده اللي هو منتخب قطر يصل الى قطر للمشاركه في كاس العالم فيعني بصراحه رغم ان مشروع فيليكس سانشيز اخذ اكثر من 10 سنين في المنتخب القطري وكان عامل اداء وشخصيه كبيره في بطوله اسيا والكل كان بينتظر منه اداء مغاير للي ظهر عليه في بطوله كاس العالم، ولكن النقطه ديت من اسباب طبعا الصوره او الحاله اللي ظهر عليها منتخب قطر. صحيح،
نروح لجروب بي، انجلترا امريكا. خالد، امريكا 107، انجلترا 127000، امريكا 107000، ويلز 97000، وايران 83000. وده يبدو منطقي الى حد كبير، لانه النقطه برضو الاضافيه، باكد على كل كلام بلال، بس النقطه الاضافيه انه خلي بالك ان المنتخبات الاوروبيه عندها بطوله زياده عن باقي المنتخبات في العالم، فبتدي لهم عدد دقائق اكتر، اللي هي بطوله دوري الامم الاوروبيه. دوري الامم الاوروبيه طبعا الدوري الانجليزي اطول مثلا من الدوري القطري، اطول من الدوري الايراني، ده 38 اسبوع وده 24 طبعًا. اسبوع طبعًا. فبيدي لهم عدد دقائق اضافيه، بالاضافه لان كمنتخبات بطوله الدوري الامم الاوروبيه بتتيح للعيبه احتكاك اكتر وعدد دقائق اكتر لعب، فبالتالي ده ترتيب منطقي جدا انه تلاقي انجلترا 127000 في صداره المجموعه، والاخير ايران 83000، منطقي جدا. جروب سي يا بلال. جروب سي اللي فيه طبعا منتخب المكسيك والارجنتين وبولندا والسعوديه. المكسيك دي مفاجاه بالنسبه لي، ان سكواد المكسيك تمكن من المشاركه 132000 دقيقه، او لعب 132000 دقيقه الموسم الماضي والجزء اللي اتلعب من السيزون دوت، يلي منتخب الارجنتين 118000 دقيقه، بولندا 101000، وفي المؤخره طبعا منتخب السعودي 78000 دقيقه. جروب دي خالد، فرنسا 128000، المكسيك معانا ريكورد لغايه دلوقتي هي نمره واحد، بس هنكمل المكسيك. ريكورد هيطلع في الاخر رقم ثلاثة، بس المكسيك بعد هتطلع رقم ثلاثة، هنوصل لهم لسه بقى لما نجي لهم. فرنسا 128000، الدنمارك 96000، تونس 91000، واستراليا 91000. جروب اي، المانيا واسبانيا واليابان وكوستاريكا. في الصداره طبعا منتخب المانيا 123000 دقيقه، المنتخب الاسباني لعب 122000 دقيقه، والمركز الثالث اليابان 115000، وكوستاريكا في المركز الرابع 110000 دقيقه شاركوا فيه. تمام. جروب اف، كرواتيا 124، بلجيكا 120، كندا 108، المغرب 103. يعني اعلى منتخب من بتوعنا لغايه دلوقتي المنتخب المغربي. المغربي طبعا، لانهم كلهم محترفين في اوروبا. والمجموعتين دول اي واف يمكن اكتر مجموعه فيها الى حد كبير تقارب في عدد دقائق اللعب بين كل المجموعات. جروب جي، جروب جي البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون. البرازيل بتاتي في المقدمه 135000 دقيقه، تسحب البساط من المكسيك وتبقى نمره واحد على مستوى المنتخبات. تمام حتى الان. وصربيا 108000 دقيقه، وسويسرا 106000 دقيقه، والكاميرون في المركز الرابع 90000 دقيقه. نختم بالجروب اتش، البرتغال 135 دي متساويه مع البرازيل، كوريا الجنوبيه 127000، والأوروغواي 110000 متساوية مع كوستاريكا اللي كانت في جروب اي. آخر آخر فرقة غانا 91000، غانا 91، غانا 91000 دقيقة لعبها سكواد المنتخب متساوية الغاني مع تونس وأستراليا على مدار السيزونز اللي فاتت. طيب هروح للتنظيم الحقيقة، وهنا في نقطتين حابب أتكلم معاكم فيهم، الاستادات وفكرة إنه الاستادات دي بعد البطولة معظمها يعني هيبقى ريسايكلينج، سيتم اعاده توظيفه او استخدامه بشكل من الاشكال، او هيتم تفكيكه بشكل كامل. رايكم في ده ايه؟ وكمان من ناحيه تنظيميه، اعداد الجماهير اللي شاركت في المونديال ده، حضرت المونديال ده مقارنه بكؤوس العالم السابقه. بالنسخ يعني يمكن المونديال ده، المونديال الحالي هو حتى الان اعلى حضور، اعلى نسبه حضور جماهيري مقارنه بالادوار اللي اتلعبت حتى الان بالمونديالات اللي قبل كده. يعني حضور، نسبه الحضور الجماهيري في مباراه وصلت ل 94000 متفرج، مباراه المكسيك والارجنتين كانت 90000، فالحضور الجماهيري كبير جدا، لان طبعا حضرتك عارف بالاضافه ان جمهور المنتخبات ده بيجي من بره يدعم او يساند فريقه، كمان جمهور المنطقه العربيه من كل البلدان طبعًا حريص جدا على حضور المباراه دي، لانها فرصه. بالظبط، فرصه. انا يعني لما كنا بنتابع منتخب مصر في روسيا، كنت بسمع ناس بتسافر بثلاث ايام عشان تتحرك من ملعب لملعب تاني، بتاخد رحله ممكن تقعد 24 و36 ساعه وحاجات كده. لا دلوقتي بقى طبعا بتدخل وبترجع في نفس اليوم، والموضوع سهل جدا هناك، قطر مسهله. 45 دقيقه ما بين ابعد ملعب وابعد
ابعد ملعب وفي ناس بتحضر ماتشين في نفس اليوم يعني بالزبط. في ناس بتتفرج على مباراه وتخلصها تروح تحضر مباراه ثانيه. انفانتينو النهارده وامبارح حضر شوط اول في ماتش وشوط ثاني في ماتش ثاني طبعا دي اجمالا عدد المشاركه او عدد الحضور الجماهيري في النسخ كؤوس العالم المختلفه. في الصداره حتى اللحظه مونديال امريكا الولايات المتحده الامريكيه 94 طبعا شاهدوا من داخل الملعب 3.75 يعني 4 مليون الا ربع مليون مشجع. 2014 كان 3.44 او 3.44% مليون مشجع. 2006 كان في المركز الثالث 3.36 مليون مشجع. مبيعات المونديال السنه دي حتى اللحظه وصلت ل 2.95 مليون تذكره وبالتالي بعيد برضو بس يحسب لقطر الحقيقه البنيه التحتيه الرائعه. للاسف طبعا مفهوم ان قطر دوله يعني مش كبيره المنافسات فيها والبطولات والتعداد ما يسمحش بوجود 8 استادات فبرضو كانت فكره كويسه ان هم يعيدوا استخدام يعني احنا طبعا عرفنا ان في بعض الملاعب زي ما حضرتك قلت كده هتفكك وتنتقل لدول افريقيه طبعا ما عندهاش الامكانيات ان هي تعمل ملاعب زي ده ابرزهم استاد 974 اللي معمول طبعا بالكونتينرز كله هيتفكك بعد نهايه البطوله وهيروح دوله افريقيه. كمان في اجزاء من ملاعب اخرى هيتم تفكيكها ويعني تخفيض اعداد الجمهور لان طبعا احنا في الوقت الحالي بنحتاج ان الملاعب يبقى زي ما قلت حضرتك 80 و90 الف متفرج بعد كاس العالم بالظبط هو ده الماكسيمم بتاع فهيتم تقليل اعداد من المدرجات والمدرجات دي هتروح ايضا لدول اخرى يعني. صحيح. خالد ميسي ورونالدو اخر مشاركه زعلان؟ جدا طبعا جدا يعني فكره ان احنا يعني خلاص اخر تقريبا موست بروبلي ان هو يبقى اخر بطوله نشوف فيها كاس عالم نشوف فيها ميسي ورونالدو او نشوف حد في الاثنين لانه خلاص حتى لو رونالدو كمل ميسي عنده فرصه ان هو يكمل زياده عليه شويه. انا بمناسبه رونالدو هقف هقطعك عشان في خبر النهارده انه الديل اللي بيحصل بين رونالدو والنصر السعودي بيتفنش اوشك في اللمسات الاخيره يعني. صحيح. عرض خيالي عرض مليون خيالي 200 مليون 200 مليون يورو في السيزون عقد لمده سنتين ومن سنتين ونص نص مليار ما هو 200 مليون 500. في السيزون يعني لو سنتين ونص زي ما بيقول يعني 500 بالظبط تقريبا 500 ده رقم طبعا فلكي بس انا شايف بصراحه انه ما يستاهلش يعني 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 نص مليار ده انا ممكن اجيب بيهم ما هو هي يعني فكره صراحه مين ده كيليان امبابي يا راجل ما جابش الرقم ما هي بقى دي الفكره هل كيليان ايرلينج هالاند ما جابش الارقام بيلينغهام ما جابش الرقم اللاعبين دول مش هيقبلوا ان هم يشاركوا في دوريات عربيه في الوقت الحالي فمين الوحيد اللي حالته تسمح ان هو بقيمته طبعا الكبيره والاسطوره يعني كريستيانو رونالدو واحد من اهم 2 أو 3 اساطير في عالم كره القدم في تاريخها فانتقال رونالدو للدوري السعودي مش هيبقى انتقال لاعب لا ده انتقال قيمه تاريخيه واسطوره كبيره انك تلعب في انفستمنت بقى بيع تيشيرتات وايفنتات وحاجات فاكر فلورنتينو بيريز لما كان بيتعاقد عايز يتعاقد مع لاعب فقرر ان هو يتعاقد مع ديفيد باكام على حساب رونالدينو فاكر ساعتها هو قال ايه ايه سبب التعاقد قال لك احنا ما تعاقدناش وانا اسف طبعا على الجمله ما تعاقدناش مع رونالدينيو بيكوز هيز تو اجلي هو مش هيبيع لي أيوه. انا الهدف الاساسي من العمليه دي ان انا ابيع تيشيرتات براندنج بالظبط كده النصر لما بيجيب كريستيانو رونالدو دلوقتي هو لسه طبعا عنده نفس في الملعب وقادر يلعب بس رقم واحد طبعا هيأدي طبعا يعني طبعا بس رقم واحد هو بيع تيشيرتات لما بديله 200 مليون وبينقل النصر في حته ثانيه 100% خالص 100% الدوري السعودي عامه بينقل اهتمام بالظبط كده الدوري السعودي اهتمام المنطقه كلها بالدوري السعودي هيختلف اهتمام العالم هيختلف عن كريستيانو رونالدو عن قبله. هل ظهر او هل افرز البطوله لغايه دلوقتي النجوم اللي جايه بعد مرحله كريستيانو وميسي؟ هل في حد ظهر؟ يا سيبك من التقليديين هتقول لي مثلا كيليان امبابي في فرنسا ما انا عارف انه كيليان امبابي من قبل كاس العالم لكن هل ظهر اسماء تشوف انها بوتنشال كبير بعد كاس العالم ان هم يبقوا نجوم كبار او في يعني؟ واحد ظهر من قبل كاس العالم بسنه تقريبا وبس هو في كاس العالم دلوقتي بدا الناس تشوفه كواحد من البروميسنج ستارز اللي جايين رافائيل لياو رافائيل لياو البرتغال بس ما كانش عليه الضجه الجامده قوي دي دلوقتي العالم كله بيتكلم عن رافائيل لياو حتى لما بيقعد دكه اللي هو ايه ده هو ازاي رافائيل لياو بيقعد دكه ما كانش بهذه الدرجه يعني لما بدانا البطوله ورافائيل لياو قاعد على الدكه ما حدش كان واخد باله في جواو فيليكس وفي برناردو سيلفا وفي برونو فرنانديز وفي كريستيانو رونالدو دولت الاهم بالنسبه للناس اللي بتشجع البرتغال او بتحب رونالدو فبالتالي بتشجع البرتغال رافائيل لياو ما كانش مستحوذ على اهتمام الناس للدرجه دي بمجرد ما رافائيل لياو ما نزل
وغير شكل البرتغال، كانت سيئه جدا في الماتش الاول. رافائيل لياو نزل، هو ماتش غانا باي ذا واي اللي كنت بتكلم عليه من شويه اللي هو فرق الشخصيه. نزل رافائيل لياو، منتخب جاب جون، رافائيل لياو جاب الثالث، ابتسامته العريضه الشهير بيها، اداؤه في الملعب. الماتش الثاني لما ما بداش امام الاورجواي، الناس بدات اللي هو ايه ده، هو ازاي رافائيل لياو قاعد على الدكه؟ هو في لعيبه كتيره جدا السنه دي، ازاي اللعيبه دي قاعده على الدكه؟ صحيح. لا هو بذكر المواهب الشابه او اللعيبه المتوقع تالقها، زي ما قال خالد يعني معظم اللعيبه اسماء كبار، ولكن طبعا احنا ابرزهم بيلينجهام طبعا، يعني هو حتى الان مقدم الخناقه اللي جايه بالظبط، مقدم مستوى كبير جدا، مستوى يليق بالتوقعات اللي اصلا انت حضرتك قبل البطوله بتحط توقعات على 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 بعض اللاعبين وبتبقى مستني مردودها. فلا بيلينجهام حتى الان عند حسن الظن بيقدم مباريات كبيره. كمان عندنا ديكلان رايس اللي احنا كنا سالنا ديفيد مويس عنه في 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 الحلقه الماضيه، او ديكلان رايس تمكن من حجز مكان اساسي في بس ديكلان رايس اساسي من 2018 هو انا بتكلم ان هو كعنصر شاب بيقدم برده مستوى يليق بمنافسه كاس العالم. كمان في سانشيز او اللاعب بنفيكا اللي تمكن من احراز الهدف الثاني في مباراه الارجنتين، ده هيبقى لعيب كويس جدا اللي شارك في الشوط الثاني مباراه الارجنتين والمكسيك واحرز هدف عالمي، ده برضو من ضمن اللعيبه مع محمد قندوس لاعب غانا. في واحد مهم بقى جدا احنا نسيناه، كودي جاكبو. جاكبو طبعا كودي جاكبو هولندا. امبارح قطر، امبارح هولندا بتكسب قطر، كل النجوم الهولنديين طالعين ما بيحتفلوش بالفوز، ما بيحتفلوش باي حاجه ثانيه، بيحتفلوا بجاكبو. فيرجل فان دايك طالع يتكلم على في التصريحات بتاعته، بيقول انه جاكبو مرشح ان هو يبقى السوبر ستار بتاعه الجينيريشن بتاعته، وعنده كل المؤهلات اللي تسمح له بده. ممفيس ديباي بيتكلم عن كودي جاكبو ان هو قد ايه بيسهل العمليه في الوصول للجون وبيتمركز بشكل صحيح وعنده قدره على الانهاء. لويس فان جال بعد الماتش بيشيد اشاد بممفيس ديباي على جنب كده ان وجوده مهم للفريق والكلام ده كله، بس السوبر ستار بتاع المنتخب هو كودي جاكبو اللي عنده القدره على انهاء الهجمات. فكودي جاكبو خناقه برضه، لاعب بي اس في ايند هوفن هيتحول لخناقه بكل تاكيد. مين اكتر لعيبه ساعدت منتخباتها من وجهه نظركم؟ كودي جاكبو. كنت لسه اقول، كنت لسه هاخد من كلام خالد، جاكبو يعني احرز ثلاث اهداف مهمين جدا، يعني احرز هدف الهدف الاول في مباراه قطر اللي طبعا فتح المباراه، احرز الهدف هدف التعادل في مرمى هولندا، واحرز هدف الاول في مباراه السنغال. انا هستناه من دور ال 16، يعني انا دايما بقيس على منطق برضه قوه صحيح المنافس الاقصائيات بلادور الاقصائيه. يعني هولندا شوفها من اسهل المجموعات، هي اسهل مجموعه فعلا اللي موجوده في البطوله، بالتالي ما اقدرش اقيس على قوه المنتخب الهولندي، وما اقدرش اقيس كمان صحيح على يعني اللعيبه دي ممكن تظهر ازاي قدام بقى منتخب زي فرنسا، قدام منتخب صحيح زي البرازيل، قدام منتخب زي الارجنتين. شخصيه بقى، شخصيه المنتخبات الكبيره هتظهر في الادوار الاقصائيه طبعا، لان خروج المغلوب دور خروج المغلوب دايما، يعني زي ما قال فان دايك امبارح كل ظهره للحيطه. بالظبط، البحر من امامكم والعدو من وراءكم ونتصرف بقى. المطارات جاهزه في قطر على طول. امبارح برضو كان في ارقام كده، بما اننا بنتكلم على الارقام، منتخب انجلترا في ثلاث ارقام مميزين جدا. رقم واحد، هاري كين هو اول لاعب انجليزي يصنع ثلاث اهداف في مباراه واحده في كاس عالم منذ ديفيد بيكهام 2002. صحيح. انت عايز خلاص خلص. طيب هو في حاجه واحده بس، ماركوس راشفورد من اكتر اللعيبه اللي بتساعد منتخباتها، حقق ارقام قياسيه كتير امبارح، بس الناس مظلومه على فكره. راشفورد ده مظلوم وعمل جيم حلو قوي الحقيقه، واحد من اللعيبه المميزه جدا في انجلترا. بشكركم، شكرا جزيلا. شكرا. بلال محسن، خالد عامر، شرفتونا، وبالتاكيد طبعا كل ما البطوله ماشيه ولغايه لما نوصل لاخرها اكيد هنقف مع بطوله مميزه، بنشوفها نسخه مميزه جدا من بطولات كاس العالم، والناس كلها مستمتعه، ونتمنى ان المتعه تطول. قبل ما اختم لازم اقف مع الحاوي. الحاوي بكره ان شاء الله 1 ديسمبر يحتفل بعيد ميلاده، وكل سنه وانت طيب يا وليد. قابلته النهارده الصبح ودردشنا شويه مع بعض، وتوقع وانتظر ان شاء الله باذن الله. على فكره قصه مع وليد، قصه حبي انا شخصيا لوليد، واعتقد انه ده هيتفق معايا في معظم جمهور نادي الاهلي. انا حبي لوليد لاعب حريف وعنده امكانيات عاليه، ما فيش كلام، رصيد من البطولات كبير جدا جدا برضه ما فيش كلام، وكان ليه دور مهم ودور اساسي في تحقيق الالقاب والبطولات دي للاهلي. بتتكلم على 24 بطوله، في انديه بحالها ما جابتش نص الرقم ده، فمشوار العطاء والنجاح مهم جدا. لكن العلاقه او جزء اساسي من حبي لوليد سليمان ومعظم الاهلاويه هيتفقوا معايا في الكلام ده، هو احساسنا الحقيقي بحبه وانتمائه لينا احنا كجمهور، وحبه وانتمائه للنادي الاهلي. مشواره، مواقفه بتقول كده، عشان كده مكانته غير، عشان كده وليد سليمان يظل في حته تانية. كل سنه وانت طيب وليد، مستنيينك في اللي جاي، وباذن الله تكون خطوه موفقه، وباذن الله تكون خطوه ناجحه زي ما تعودنا دايما من الحاوي
وليد سليمان مره تانية. كل سنه وانت طيب، بشكركم على المتابعه، بشكر ضيوفي بلال محسن، خالد عامر، شكرا استاذ احمد، ونورتونا الحلقه شرف لينا. شكرا ان شاء الله باذن الله نتقابل قريب جدا في السادسه. بشكركم على المتابعه، وكل العاملين في السادسه وفريق الاعداد بالكامل بيهني وليد بعيد ميلاده، كل سنه وانت طيب، ويا رب سنه جايه تبقى احلى من كل اللي فات.